نيجي للشق الثاني من السؤال، امتى يتوجب على الشركات الناشئه الخروج من حاضنات الاعمال؟ مش المفروض تقعد كتير، لان لما بتقعد كتير بتخلق حاله من الديبندنسي، بتعتمد كتير قوي على ان في ناس بتساعدك. انت محتاج ان يبقى عندك استقلاليه في الشركه كحركه بسرعه. ما اقدرش اقول لك وقت محايدة. في ناس زي فلات 6 لابس الدوره بتاعتهم حوالي 3 شهور، فانت بتقعد 3 شهور بيساعدك يعني ضغطه او زقه سريعه وقويه، وبعد كده بتخرج وبتكمل في الشركه. بعد كده في ناس بيقعدوا لغايه سنتين، ما هوش وقت معين على قد هو مرحله معينه من النضوج للشركه. اول ما توصل ان الشركه قادره ان هي تتعامل لوحدها، محتاج ان انت تخرج وتبدا توفر لها مكان مختلف وتتعامل مع بقيه يعني العوامل اللي حواليك بطريقه مستقله اكتر. فما اقدرش اقول لك وقت معين، لكن اقدر اقول لك ان كل ما كان يبقى اسرع كل ما كان يبقى افضل لما تكون جاهز لانك تخرج بره حاضنة الاعمال.